وكان لها عرضيدي وحبرشادة ذكيت كهوستي سكابي العبي وكرنا يدلو فاك للدبانة وحلق عصي وحبرشادة العي وعنين شريك العصيو يدوك سيارة فريستو وإن لقفة يستعيتي وقت لقفة يستو ودد كي ليانا ليرتينو إنت بضوح حساميك ويشا سوشيال ميديا ودي مدعوة لكينا إنا ندكسو قيم كلو مناسبة قيمها بضل يكتر كم إيساء عرضي سودة دا شيء أو سودة دا شيء هي الكودة وحبرشادة كالدول ومانتا لما يستطيع سكندر اللي أفلكي وندي أرسان إلي أمدبان هي الشام عدد وحنوتي كوها مليانا يا مامول كدوكسي قال دارين ودداء البدين قريي ومواديني ما موجيي وحنكسني ما موجيي وقوانتي هي لقاليه أي دوني دا كسوا شقائيه دلكي اللي كل مال قريي وحكا ترشمي سا وطنية نبع وحكا ترشمي سا هيميلو إن داد كينا إليهين إن مواطنين كقيم قاتان اسمها قرن كوغا يبر شدو دبا وحلي صعب كايوتو ندول هاي نظام مرة الله رحمه مليان يا عرضي ذا سود ذا شيء وانا مسين هاي حلقة يا سود برنايا علمتو ذو كالدول إن اللي ما دين عدكيسي إن اللي ما دين كالقون عشو إن اللي ما دين دلال ويكم بغوتي وشيودو ذا يغنى وحلي عمبريو يغنى صعب كايوتو نو برسة الحال وحامضان إن صعب كله تمول القلب يستاقو والدين تقيمها بضان يقول له أغدك هاي أنا ليرتها مستقبل كوغا قيمتك كقاتل وحبرتان والدين تنا صعب كله تن إنت سوى شرف يلي تقليل وحنا مرينا يا مرور الشيري يا دادا سيد دادا شير مستقبل ونكسن وحنا نسينا هاي دادا تقرأ كل القليين اسمي إساء وكان لها عرضيدي وحبرشدو ذكيد كوستي سكمي العوي وقرنا يدلو فاك للدبانة وحلق عصي وحبرشاد والعي وعنين تشيرين كلاسيو يدوك سيادة فريستو وعنين تشيرين كراسي كو فريستو وعنين تشيرين منهج الليكتور وعنين تشيرين السمورات يقل ما تحبه برتاها وعنا بسينا يدون ذا آخر برتين ما تسونا لان إن تدال كان سيكسون قاردين سكوتاشي برشو تدال عدكيسي يين نرشي لا دادكي هل كان يسون قارسيي اي تعب ذا يسون قليين واختي قارسيه اما حبرشاد بلوني dalku wuxuu ku soo koobay xaalad burburay dalka oo dhan baa uu miinaysaa goobaha waxbarashadu way duusanayeen goobo bareefad ma jirin macallimiinta wax dhigay waxa ay macallimiintii jabhadaha ee dalka dib ugu soo noqday iyagoo halkaas ka bilaabay mid walba waxay u garanayay waxa ay goob bareena macallimiintaasi miisaanka xasaasiga ugu daro cid kastoo ka qayb qaadatay in aqoonteen waxbarashada soo galeena iyo xarumaha bareenada dadaalka ay soo galeen maanta arkayna joogno wasaaradda waxbarashadu waxay qayb weyn ka tahay horumarka dalka iyadoo dhammaan dalka oo dhan ay ka jiraan adeeg bixinta waxbarasho oo ka bilaabata heer tuulo heer degmo heer gobol iyagoo isdhinac socdaan haddana waxbarashadii publica ahayd iyo waxbarashadii privatka ahayd oo inoo ogol yahay xeerarkeenna iyo qawaaniinteennu dugsiyadana ay ka mid yihiin dugsiyada runtii wasaaradda ka diiwaangashan oo runtii qayb weyn ka qaata kor u qaadista aqoonta waxaan u rajeynayaa qof kastoo ardaya inuu ka faa'iidaysto waqtigiisa waxaan u rajaynayaa in maanta aynu haysano fursado qiimo badan ood haysataan inaad calankiina wax ku wasbaranaysaan ood haysataan inaad koolas kastood baahantihiin iyo aqoon kastood baahantihiin inay dalka kuugu timid cidda laga doonayo inay ka faa'iidaysataa waa dhalinyarta weeyii hadday jaamacadaha noqoto iyo hadday kuliyadaha kala noqotaba waxaa kaloo idan muhiim ah oo in laga faa'iidaysta ay tahay waqtiga laga faa'iidaysto oo dadkeena iyo dhalinyarteennu إنت بدل حسابك كي يشوف سوشيال ميديا ودي بدها هو اللي كهنا سوشيال ميديا حقيقة كقاعدة لازم دي بدها وقت جاها أرض يوم إنت الأرض اللي تعيش حكمه مستقبل كذا قرش يسوع ما أنت هتقول بقولك بتشوفه بري هذا اللي قاعد دوري إذا ترك هو قام يسوع هذا اللي قاعد دوري قوم تيار برتني كام وقته هذا اللي قاعد دوري وقت جاها تعيشتي إنك كم وقتين أتكلف عيشتي وعمر لما ما هذا اللي يا تلمر ورنتي وواتنا ودرك طيب وكقاعدة وحبرشدو هذا kowsaadhan waxaan diyaarinahay inaan aad iyo aad uga shaqeyno garabkiina taagnaano wixii farsamo ahaan iyo karam karamkaana sidaa imtixaanka u gasheen waxaad xuquuq siman leedihiin dhammaan deeqaha waxbarashee dalka iyo kuwa dibaddaba ardayda kale ee muwaadiniinta dalkeena wax ku bartaa aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum.